جهز الهدوم التقيلة قبل الخروج، تعرف على حالة الطقس ليلة رأس السنة. متابعي فيتو في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم، وجولة جديدة هنتعرف فيها على آخر أخبار الطقس وتوقعات خبراء الأرصاد لدرجات الحرارة في مختلف المدن والمحافظات المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين، أيام قليلة بتفصلنا على ليلة رأس السنة، علشان كده حابين نعرفكم حالة الطقس اليوم ده. وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع في وسط سيناء. متابعينا، اما عن حالة الطقس اليوم الاحد، فالارصاد الجوية بتتوقع طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ده عن حالة الطقس نهارا. اما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على كافة الانحاء يصل لحد الصقيع في وسط سيناء. كمان من المتوقع سقوط امطار خفيفة على المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. متابعينا، خلوني استعرض مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن حالة الطقس من بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم. عندنا القاهرة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 11 والعظمى 18، الاسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18، طنطا الصغرى 11 والعظمى 18، معانا كمان شبين الكوم فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 11 والعظمى 18، دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18. هروح مع حضراتكم كمان لبلطيم، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 11 والعظمى 18، مطروح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 18، أما عن السلوم فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 17، سيوة الصغرى 6 والعظمى 18، بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18، معانا كمان دمياط فدرجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 18، الزقازيق درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 18، أما عن الإسماعيلية فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 والعظمى 19، معانا كمان السويس الصغرى 11 والعظمى 19، أما عن العريش فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 11 والعظمى 18، رفح الصغرى 11 والعظمى 18، راس سدر الصغرى 10 والعظمى 19. هنروح كمان مع حضراتكم لنخل الصغرى 7 والعظمى 17، نويبع الصغرى 14 والعظمى 19، طابة الصغرى 10 والعظمى 18، أما عن كاترين فدرجة الحرارة الصغرى 1 والعظمى 13، الثور الصغرى 13 والعظمى 21، أما عن شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 22، الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21، مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22، الفيوم الصغرى 7 والعظمى 19، بني سويف الصغرى 7 والعظمى 19. هنروح كمان مع حضراتكم للمنيا فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 8 والعظمى 19، أسيوط درجة الحرارة الصغرى 7 والعظمى 19، سوهاج درجة الحرارة الصغرى 8 والعظمى 19، إنا درجة الحرارة الصغرى 8 والعظمى 20، أما عن الأقصر فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 8 والعظمى 21، أسوان الصغرى 10 والعظمى 22، أبو سمبل الصغرى 10 والعظمى 21. معانا كمان الوادي الجديد فدرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 8 والعظمى 20، شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26، أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 26. هنروح كمان مع حضراتكم لحلايب درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 16 والعظمى 23، راس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23. متابعينا، متواصلين مع حضراتكم على مدار اليوم لمتابعة أول بأول لحالة الطقس. بشكركم على حسن المتابعة، شكرا جزيلا، كنت معاكم هدي رمضان.